يترقب عشاق الساحلة المستديرة القمة الكبرى بين الهلال وبيرسبوليس الإيراني مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021. وتقام مباراة الهلال ضد بيرسبوليس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 9 مساء. وتنقل شبكة قنوات SSC مباراة الهلال وبيرسبوليس وهي الناقل الحصري للبطولة. واستقر المدير الفني لنادي الهلال ليوناردو غارديم على تشكيلة فريقه اليوم أمام بيرسبوليس والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ يونسو ومحمد البريك، في خط الارتكاز محمد كنو وسلمان الفرج، في خط الوسط الهجومي سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا وموسى ماريغا، وفي قلب الهجوم بافيتين بيغوميز. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.